من مارسيليا ينضم إلينا خالد شقير مراسل القاهرة الإخبارية. خالد مرحبا بك بداية. يعني كما كنا نقول في بداية هذه الاحتجاجات خالد، إن هناك مراهنة على الشعب الفرنسي وعدم الرغبة في العنف أو التظاهر وخروج المظاهرات عن شكلها السلمي. يبدو أن هذه المراهنة من قبل الحكومة كانت خاطئة خالد. نعم إيمان، بعد التحية الحقيقة انضمام فئة الشباب من المدارس الثانوية وطلبة الجامعات، وهذا كنا قد رصدناه بكاميرا الطائرة الإخبارية أمام تواجدنا مثلا أمام جامعة إكس بروفانس إكس مارسيليا. كنا يعني دخلت هؤلاء هذه الفئة وهؤلاء الشباب أو دخول هذه الفئة وهؤلاء الشباب إلى التظاهرات أعطاها زخم مختلف تماما. من المعروف أن يعني احتجاجات الفيدراليات العمالية هي احتجاجات منظمة وهادئة ولا يحدث فيها أعمال عنف ولا شغب. هذا جعل وزير الداخلية الفرنسي في الفترة الأخيرة أول أمس عندما كانت التظاهرة الأخيرة التي وصلت إلى أكثر من 3.5 مليون حسب الفيدراليات وأكثر من 1,019,000 بالنسبة لوزارة الداخلية الفرنسية ومن غرفة العمليات بالعاصمة الفرنسية باريس، يتحدث عن مخربين يعني ومجموعة من البلاك بلوك وغيرهم الذين يقومون بهذه العمليات من الإحراق، وتحدث عن أو وجه صوابع الاتهام إلى حركة أقصى اليسار أو إلى حزب أقصى اليسار عفوا لدعوته إلى هذه الأجواء من العنف. العنف والعنف المتبادل هذا ما رصدناه إيمان أيضا بكاميرا القاهرة الإخبارية، ليس فقط من جانب قوات الشرطة الحقيقة ولكن أيضا من جانب بعض من هؤلاء الشباب. إذا فرنسا أمام المحك على المحك وأمام صورة يتم تداولها في العالم أجمع. جعلت جمعية حقوق الإنسان بالاتحاد الأوروبي تنتقد فرنسا وهذا التغالي في العنف، وقد ظهر فيديو مؤخرا وتسجيل لأحد قوات الشرطة والدرك الفرنسيين يدعو للتعامل بالعنف مع هؤلاء الشباب ووسط إدانة من الجميع، حتى رئيس قسم شرطة باريس أو شرطة العاصمة الفرنسية باريس روران موزي الذي أعرب عن يعني انزعاجه الشديد من هذه التصريحات وهذه المكالمة أو هذه الدعوة التي وجهها أحد يعني قوات الشرطة إلى بعض المتظاهرين بالاقتصاد بقوة على هؤلاء المتظاهرين وأعرب عن أسفه، وتم فتح تحقيق مع قوات الشرطة في هذا. بالفعل خالد كنت سأسألك عن رد الفعل الرسمي حول هذه الاتهامات من قبل مفوض أو مفوضة حقوق الإنسان في مجلس أوروبا. يعني الآن هناك أنت تقول خالد إنه هناك اتجاه من الحكومة الفرنسية أو من الجانب عموما الفرنسي في التحقيقات مع الشرطة أو التباحث والبحث في هذه الأعمال التي تمت، أعمال العنف أو الاعتداء على المتظاهرين، هذا ما حدث أم إنه هناك إصرار ربما من جانب الحكومة على مواجهة هذه التظاهرات، خصوصا إنه بعض منها اتسم بعدم السلمية؟ إيمان الحقيقة هذه التصريحات يعني تم التعامل معها من قبل الإعلام ووسائل الإعلام بفرنسا بأنها صورة غير حضارية عن الحرية في فرنسا أو الحريات في فرنسا، ولهذا وجد نفسه رونان لونيز وهو رئيس شرطة باريس وكان وزير الاستخبارات الداخلية السابق في الحكومة إدوارد فيليب، تحدث عن انزعاجه الشديد وأن شرطة الشرطة ستقوم بالتحقيق في هذه العمليات، إلا أن الشرطة أيضا حصلت على يعني دعم من الرئيس الفرنسي عندما سئل ومن بروكسل عن ما تقوم به الشرطة الفرنسية، قال أنها تقوم بالرد ولكن نطالبهم بالمزيد من يعني القبضة الحديدية والمزيد أيضا من احترام الحرية. نعم، على أي حال بالتأكيد سنتابع معك أي مستجدات قد تطرق في فرنسا. شكرا جزيلا خالد شقير مراسل القاهرة الإخبارية، جزيل الشكر لك.